أوه، إنه الصبار الصحراوي. يمكنك أن تلمسيه. لا أبي، توجد به أشواك. رجاء، لا أريد أن ألمسه. هيا بنا. هيا إذن. انتظر، لقد علق شيء بحذائي، ولكن لا أريد الدخول للخيمة. توجد بها ثعابين وعقارب. انتظري، انتظري. أبي، لقد قلت لك لا أريد. إيمي، لا داعي للخوف، كوني قوية. هاي، لنحتسي الشاي معاً. حسناً إذن. تفضلي، كلي هذه. افتح فمك. هي، رمية موفقة. سأصب الشاي لصغيرتي. شكراً جزيلاً. لنمرح قليلاً يا إيمي. لنلعب في الداخل فقط، يجب ألا تخرج عن الخيمة. حسناً، اتبعني إذاً. أوه، لقد سقط أبي المسكين. سأضرب الأفاعي إذن. هيا لنرميهم بالحجارة يا أبي. اضرب، اضرب. خذ، مت إذن. هاي، والآن سنركب السيارة. هيا أبي، هيا، هيا. الباب مغلق إذن.
والآن لنركب الكواد. انتظري إيمي. لا لا لا، يجب أن تلبسي الخوذة أولاً. يا أبي لا أريدها، لا أريدها، إنني أكرهها. ولكن حبيبتي إنها ضرورية للحفاظ على سلامتك. والآن جاء دوري لألبس الخوذة أنا أيضاً. هيا لننطلق. حسناً إذن